خلاو لي واحد بروسي ب 65 دولار دانتون لوس انجلوس شحال لكم تغايليفا علاش خصك تعدل فريدا نادم كيضرب بعطو وديك الشيء وتشوف تعرفوا الحقيقه د لوس انجلوس اليوم غادي نديكم معايا تشوفوا كيفاش كنعدل فوتوشوت من الاول حتى الاخر بقى معايا اول حاجه كنجيو للستوديو انا صافي لابسه جات هذيك اللي عملت الماكياج غادي نخلي لكم البروسيس اللي عدلت لي صراحه ما عجبتنيش سو تخيلوا شنو عدلت زولت وعملت ماكياج لراسي حيت كنت كتخربق لي فوجي الصراحه ولكن كانت ظريفه ما نقدر نقول عليها حتى حاجه زولت داكشي اللي ما عجبنيش وعدلت الفورمه اللي كتعجبني الستوديو كاين واحد متأخرة روسية طويلة عليه واحد 5 متر ولكن انا كنتما زين والشفرين وعارفين الروسيات ما كيبانوش قدامنا صراحة ما يكذبوش عليكم ويقولوا لكم ديها روسية ما جبراش حتى مغربية بعدا شعري صراحة انا اللي عدلته في الدار عدلت له تراباسيونيس باش يعطيني شوية الفوليوم راه شعري داغية رهيف كيطيح خصني ضروري نخلي شوية الفوليوم ها انتم المغرب فين ما مشيتو ها الشوتين بدا مع 10 الصباح وغادي يسالي مع 2 دابا 1:15 سو صراحه عملت الباسي كامل اللي لبستهم ليا غادي نوري لكم الريزلت كامل في انستغرام ضروري تمشيو تشوفوا التصاور اللي غنطلع لكم الفيديو هاد الشوتين كما كتشوفوا انا ساليت صراحه حمقني هاد الساكيت كيوت شنو بان لكم اشتر بنت كموت بجا كناكل مطيشه خضراء هذا هو ساليت باي باي غادي نمشي للطوموبيل عدلوا لي بروسي خلاو لي واحد بروسي ب 65 دولار بور لا كارا ماما عندهم واحد الماكينات غادي نوري لكم هاد الماكينات العام جدي برشلونه ما كاينش هاد الماكينات هادو قدامين هاد الدرجه سوف غادي نوري لكم دان تاون ما فيها ما ينشاف ماشي ما فيها ما ينشاف صافي غير فاضلات ساكنين في الشارع عندنا شكل في الشارع ولا لا مساوي المهم غادي نوريكم ماكينات ها ماكينات قديمه ماشي قديمه وصافي سخانه ماشي عاديه ها هو بروسي 63 دولار واقيلا ولا 65 تقريبا بحال هيدا هذا مكان اليوم شوتينغ الزغزال صراحه غادي نوري لكم كما قلت لكم قبيلاتي النتائج التصاور ود الفيديوز اللي عدلت كاملين دانتون لوس انجلوس شحال نقول لكم تغايليفا غادي نوري لها لكم مشان الطريق للدار كيفاش خايبه ولكن اللي البيزنس ومشاريع كاملين عندهم هنايا في وسط المدينه ديالو ومعايا نوري لكم دانتون لوس انجلوس كيفاش خانزه والناس اللي كيعيشوا فيها باش تعرفوا الحقيقه د لوس انجلوس ها نتوما غير كتطلع في الطوموبيل علاش خصك تعدل حيت جنيه بنادم حمار الفرادة عمري ما شفتهم ولكن صراحة بنادم كيضرب بعطو وديك الشيء اللي شفته ها بنادم ها هانتوما ماشي بحال اللي نتوما في المغرب وصافي بزاف عليهم يكون هادشي بحال المغرب الشوارع تحت هانتوما شفتوا الخملج جوج الشوارع الفوقي مطعم زيون يعني هيدا عامله دانتون صراحه بغيت نشارك معكم واحد ريفليكسيون تعلمتها ملي جيت هنايا لوس انجلوس مثلا بالنسبه لي جيت لهاد المدينه وكتعجبني وكنشوف فيها بزاف ديال الفرص ولكن الناس اللي كيعيشوا هنايا ما كيشوفوهاش فكر بان ماشي الموطن اللي كتكون فيه هو اللي كيعطيك الفرص سينو نتينا كتخلقهم من راسك وكتمشي كتفتش عليهم يعني مثلا واحد من غامبيا غادي يحرق ولا غادي يحاول يعيش في المغرب كيمشي كيخلق الفرصه عند راسو اللي ما كانش عنده في غامبيا فهمتوا حاولوا تفكروا شنو الفرصه اللي كتعطي لكم البلاد ديالكم اللي البلدان الاخرين ما عندهمش وتصطابوها حتى مثلا في اسبانيا انا عشت تقريبا حياتي كامله في اسبانيا وما كنتش كنشوف بزاف فرص كاينين تما تخرجت ودابا كنشوف بزاف فرص كاينين في اسبانيا بزاف الحاجات ما يتعدلوا بزاف المشاريع واخا مثلا بنادم يعدل المشروع ديالو وديك المشروع الاغلاط اللي عدل فيهم كاملين يتعلم منه ولا كيعيشوا هومليس هانتوما علاش عيكري هو بجوج 3 مليون 4 مليون في الشهر هو عنده دار بالروايد كل نهار يعيش فيما بغى
هانتوما كاملين كيعيشو هنايا وعندهم الضو وعندهم كلشي، عندهم الضو على حساب بلاكاس بلاكاس سولاري، عندهم طوموبيلات ديالو باش كليطاس كلشي. الميلودي اللي كيعجبو الموسيقى وهنا كيعجبو الافلام. تقريبا كما قلت لكم لوس انجلوس كامله عامله بحال هكذا، كتشوف شي حاجه واعره قدام الهومليس، حيتاش كيعزو عليهم وكيعطيو لهم صراحه فلوس وماكله اللي بغاو. اسبانيا بنادم كيعاون بعضياتو، اسبانيول حايلين وطريفين وعامر سلعه، خصوصا كي تشوفوك ما كتهضرش مزيان اللغه كيحاولوا يشرحوا لك، يهضروا لك بشويه هذا. هنايا لا، هنايا ما كتعرفش تهضر صافي، كي ما كيعطيكش حتى الفرصه اصلا، غير كيسمعك ما كتعرفش تهضر ولا عندك لاكسون قوي ما عندكش الفرصه. حيت هنايا كاين الكومونيتيز، هنايا في امريكان كاين تشاينا تاون فيها غير تشينوس، كوريا تاون فيها غير كوريانوس اغلبيه، ليتل ارمينيا فيها ارمينيانوس بزاف، الكومونيتي جوش كومونيتيز فيهم غير اليهود كيعيشوا مع بعضياتهم في بيفرلي هيلز. كاين بزاف المواطع كل حومه عندها الناس اللي كيعيشوا فيها. حسنا هنا الفيديو اليوم، كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم صراحه، حاولت نشرح لكم كل شيء كيفاش كنحيد الحاجات اللي كيعجبوني والحاجات اللي ما كيعجبونيش في المعيشه هنايا في لوس انجلوس كاليفورنيا. وخليو لي جيم ديالكم ضروري ومؤكد، ما تنساوش تعدلوا سبسكرايب للقناه ديالي، كتشجعوني بزاف. وغادي نبقى ديما نطلع لكم فيديوز بحال هكذا. هذا الفيديو كان فلوغ، كنت كنفلوغ لكم شو ديال لي غوس اليوم. تهلاو في راسكم.